يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك مكينة كهرب وضعها أحدهم وقفا في مسجد ويبثون منها ويأخذون منها التيارات الكهربائية لجيران المسجد، ويعود ريع هذه المكينة للمسجد أيضا. قد قام بعض الجيران بإيصال الأسلاك لمن على سطح بيتهم دشوش، فثار العامة من ذلك، فما هو الحكم في هذه الحال؟ لا يجوز أن يستخدم الكهرب للدشوش التي تبث البرامج السيئة، هذا من الإعانة على الباطل. يقطع الكهرباء عن هذه الدشوش، لأن هذا وقف ولا يستعمل للمعاصي. نعم.